السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان، الصراحة أنا مأثر واحد شوية، ولكن رغم التأثر أنا فرحان الحمد لله، لأن من بعد 6 أشهر ديال الطريق من تركيا للطليان، وانت والزوجة وبنية، عندك بنية، ماشي سهلة ماشي سهلة. والحمد لله فاش كتجي البلاد الإنسانية، بلاد الحب، بلاد الحنان، بلاد كيتفتحوا البيبان. تصنت بودنيك وأعطيني رأيك في هذا الموضوع هذا. الحمد لله أنا صراحة تأثرت، لأن فاش كتسمع شي حاجة زوينة كتفرح. عليكم سي توفيق، كي داير لاباس عليك؟ كي دايره الوليدات مولاي الدار؟ والله الا فرحت حتى تواصلتي معانا، والله العظيم سان في انورمال بليزير. والله الحمد والشكر لله. يلا عطونا الموعد، كان عندنا وراها تبارك الله غاده، ما شاء الله عليها غاده، زعما ذكيه ما شاء الله عليها غاده. رعاوها مزيان، جن دوكا كاملين ليها، كل استاذ ضحى بساعه من وقته وداكشي باش غادي يقريها، باش جمعوا ليها 10 السوايع في الاسبوع خارج على القرايه، على البروغرام الاصلي. وعطوها طابلات تما في المدرسه باش تبقى تخدم بها في المدرسه، نتمنى يخليوها تجيبها حتى للدار. في الدار حنايا الحمد والشكر لله مستقرين، مرتاحين، امنين، الحمد لله. كيجيبوا لنا هذيك سبيزه مره في الاسبوع، الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله. جينا في هذه البلاصه هذه كالم، هادئه، مرتاحين، الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله. شكرا بزاف السي توفيق، شكرا بزاف بزاف بزاف. الله يعطيك صحيحتك، والله يفرحك بوليداتك وبولاد وليداتك، وباش ما كتمنى يا ربي امين. والله يجعل اللي جاي احسن من اللي فات يا إن ربي، شاء الله إن شاء الله. الله يجعل اللي جاي احسن من اللي فات يا ربي. زعما هذا التغيير ديال الحكومه ما يكونش ياثر علينا حنايا سلبا، إن شاء الله يا غادي رب ان شاء الله يكون دوز الامور كما بغينا وحسن من كما بغينا ان شاء الله. ان شاء الله الله يسر غادي الامور يا رب. تكون. بعض المرات ما تكونش تتسين شي واحد غادي يسول فيك او غادي يتصل بيك، او كنت تسامح معاهم فاش يلاه دخلوا الطاليان ياك. اشرحت لهم شنو خاصهم يديروا، كيفاش وعلاش وهذه وهذه، كيفاش يتطلقوا. من فيرونا مشاو لترينتو، من ترينتو يعني جلسوا المراه والبنيه في لوطيل، والراجل نو، والراجل ولا كيدخل بالتخبيه. من ترينتو مشاو لاوديني، اوديني مشاو لكويستورا، الكويستورا عيطات لهم على واحد الجمعيه، الجمعيه هزاتهم داتهم لواحد الدار. دابا حاليا مستقرين بالدار، بنتهم كتقرا، كيعطيهم سبيزا، كيعطيهم كلشي. دابا حاليا شنو خاصهم يديروا؟ مشاو لكويستورا قداو غراضهم كيساينو، اشنو خاصهم يديروا؟ خاصني نتجند ونقرا اللغه، نعرف اللغه. دابا حاليا خاصهم هما كعائله، زوج وزوجه، البنت كتقرا حتى ليبر، ما عندنا ما يدار. خاصني نتجند نقرا اللغه، نمشي للمدرسه، نتحاك مع الطاليان، فهمتي؟ هي مثلا دابا كيعاونوها الكاريتاس، كيعاونوها كيجيبوا لها سبيس، تقول لهم الا كنتم محتاجين شي بلاصه نقي لكم، ندير لكم بوليسيا، يوصل برونتا. خاصها تبين ليهم بان هي اكتيفا، ماشي تتينيني. خاصها تمشي عندهم وتقول لهم انا بغيتو تنقيو هنا، انا نجي نشقى لكم، يعني تبين لهم بان انا راه بغيت الانتيغرا معاكم، فوليو اسيريكم فوي. فهمتوا اخوان شنو بغيت نوصل لكم؟ كذلك الزوج، الزوج انا قلت ليه يمشي يقلب على خدمه، يخدم في النوار حتى يسهل الله، وهذاك الباترون يحاول يكسبو، لان واحد البروميس ديال لافورو غيحتاجها من عنده، يحاول يكسبو باش هذيك لابروميس ديال لافورو يخشيها في الدوسي، بان انا راه لقيت خدمه، كنسينكم تعطيوني البيرماس دو سيجورنا باش نمشي نخدم. فهمتونا اخوان شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني كاينين طرق، كاينين كيساعدوا هاد البلاد، هادي كيساعدوا فيها وكيعاونوا الناس، ماشي كاع المدن، لان بعض المدن هجموا عليهم المهاجرين، حنا درنا لهم بوم هجمنا عليهم، خصوصا اللي عطاوك غير واحد شويه كتولي باغي اليد كامله، وانت عندك وباغي، فهمتي؟ هكذا طارين بزاف ديال المدن، يعني عندهم بزاف ديال المهاجرين ميتبعوا فيهم، الو راه ولاو كيسدو شويه ديال البيبان عليهم، خصوصا في السكن.
مشاو لهاد المنطقه اللي هي اوديني. اوكي الحمد لله لقاو الجمعيه اللي وقفات معاهم اللي هي جمعيه ديال الكاريطاس، عندهم دار خصوصا لان كاين البنيه، داكشي علاش يعني تدخلت الكاريطاس في هذا الامر هذا ووقفوا معاهم، لان كاينين جمعيات مكلفين بهادشي، جمعيات مكلفين بهادشي خصوصا اللي كانوا وليدات. البنيه قراوها، شراو ليها الكتوبه، شراو ليها كل شيء، عطاوها طابلات. سمعتوا الفرحه؟ يعني فاش تكون ضارب واحد المعاناه ديال الطريق باش وصلتي هنايا، فجاه كتفتح لك البيبان في بلاد الانسانيه. يعني كتغمض عينيك وكتقول بحال واحد السيد نغرشت البيرميسو دي سيجورنو شدو من بعد 3 شهور فاش جا للطاليان، شد ديال المراه حامله ديال 6 شهور، لقيتو شادو جالس فواحد القهوه وشاد هذاك البيرميسو كيشوف فيه وكيقول ليه، تيقول شحال من واحد كيساين فك مده ديال 10 سنين، انا جيت هاد 3 شهور وشديتك. فهمتي اش بغيت نوصل لكم؟ يعني مقوج هذيك الفرحه. يعني كاين اللي بنادم بيرميسو دي سيجورنو 3 سنين 4 سنين مازال ما شدوش، جا هو 3 شهور كيشوف البيرميسو تيقول في خاطره شحال من واحد كيساينك. تحياتي للجميع، بارطاجيو كيف العاده كيتعم الفائده. كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي وراه كاين ما يدار، كنتي اول مره غتشوف القناه ديالي فعل الجرس كي يصلك المباشر. مره كندير المباشر، ولكن خاصك تفعل الجرس باش يوصلك الميساج ديال المباشر، وغتحط السؤال ديالك على المباشر وغادي نجاوبك. الصراحه فاش صيفطات لي الاخت ميساج عينيا غرغروا، فاش سمعت انا ديك الميساج عينيا غرغروا. يعني انا فرحت الداخل ديالي، فرح لانك تشوف انسان كان مكرفص باش يوصل، وفاش جا من بعد واحد الشهر تقريبا ولا شهر ونص يعني تفتح ليه باب الفرج الحمد لله. وغيشدوا راقيهم، والراجل غتخدم، والمراه غادا تخدم، وغيزيدوا القدام وغيمشيو بعيد ان شاء الله بحول الله. ادعيوا معاهم الاخوان، الله يجازيكم بخير، كثروا من الدعاء لهذه العائله هذه لانهم يستاهلوا ويستحقوا. صعيب شويه تكرفص انت وليداتك، ولكن الحمد لله ربي كبير. لا ما تبخلوش عليهم بالدعاء، الله يجازيكم بخير لما دعيو معهم. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله.